مساء الخير. اليوم تنتهي المرحلة الأولى من إياب XXL انرجي بطولة لبنان لكرة السلة، والمباراة اللي رح نعيشها نحن وياكم هي مباراة الهومنتمن والرياضي، وبنفس الوقت مباراة نادي الشاومين والتضامن اللي رح يلعبوا بنفس الوقت، ورح يكونوا موجودين بالملعبين كمان بنفس الوقت. هومنتمن والرياضي مباراة كتير مهمة بين الناديين، جماهيرية بامتياز لما تكون على أرض نادي الهومنتمن، أجواء رائعة بالفعل دائما بهالملعب بأنطونياس بمزهر، ليه كثير مهمه هالمباراه بالنسبه للصداره. اليوم نادي الرياضي عم يلعب بغياب لاعب ارتكازه الامريكي لورين وودز، بحال نادي الرياضي اليوم تلقى خساره امام نادي هومنتمن المتصدر رح يكون نادي عمشيت، لانه بيتعادلوا نادي عمشيت والرياضي مع بعض بنفس عدد النقاط، وبما انه عمشيت فاز على الرياضي بصير في عندنا متصدر جديد بالدور اللبناني بعد مرحلة واحدة من اياب البطولة. بنفس الوقت تضامن والشاومفيل صراع قوي جدا رح يكون على المركز السادس، ورح نكون دايما باجواء كمان ديك المحدة ونشوف شو عم يصير بلقاء الشاومفيل والتضامن. اذا بنشوف المدربين سوبوتيتش وابس مين اختاروا التشكيلات الاساسية اليوم قبل المباراة المنتظرة بين الفريقين. اذا رح نشوف نحن وياكم التشكيلات الاساسية للناديين. عم نشوف ديون ديكسون، سيباكي تنجيان، ماركو رجيان، تيرنس نادر وهايك موجود بالتشكيلة الأساسية. جو عبد النور، علي محمود، أحمد إبراهيم، إسماعيل أحمد وروي سماحة اليوم كبلش أساسي بالمباراة بدلا من لورين وودز. لورين وودز يلي توقف مباراتين رح يكون موجود على مقاعد البنش على بنش فريق الرياضي، طبعا ما رح يشارك بلقاء اليوم. هيدا هو الجمهور الكبير، وأكيد ثواني قليلة وبتنطلق المباراة بين الناديين. تشكيلة المدربين إذن على أرض الملعب. عم نشوف كمان الفنان يوسف حداد يلي عم يتابع المباراة اليوم كمان، عم نشوف وجود فني لافت بالفترة الأخيرة بملاعبنا ملاعب كرة السلة والنشيد الوطني اللبناني. اذا النشيد الوطني اللبناني اللي عم يفتتح المباراه، ومن بعدها نشيد نادي هومنتمن. نشيد نادي هومنتمن كمان، والمباراة رح تنطلق بمواجهة مدربين أوروبيين، المدرب سوبوتيتش وآلن أباز يلي هو عم يقود نادي هومنتمن بالفترة الأخيرة بعد الاستغناء عن نداد كيرزيتش. تيرنس لادر اليوم رح تكون أكيد محط أنظار تيرنس لادر، لأنه ما رح يكون في لاعب ارتكاز أجنبي بوجهه، ما رح يكون اللاعب لورين وودز ليدافع عليه. بدي اشير انه الفريقين التقوا بذهاب البطوله، والفوز كان لصالح نادي الرياضي بالمناره ب 1-2 2014، لصالح نادي الرياضي بفارق 21 نقطه 79-58، علما انه الفريقين مش هيدي اول لقاء لهم كان بتاريخ لقائتهم، لعبوا عده مرات واخر مره لعبوا بالدرجه الاولى قبل هالموسم سنه 2005 تحديدا ب 29-1 2005. قدر فاز وقت الرياضي على هومنتمن بهالملعب بفارق كبير 135-56، وب 6-3 2005 الرياضي فاز على هومنتمن بنتيجه 97-75، والمباراه بتنطلق. ماركو رجيان اليوم بالتشكيله الاساسيه، ابن لاعب عطى كثير لكره السله اللبنانيه سركيس كورجيان اللي هو بنفس الوقت بهالموسم اسيستنت كوتش بنادي المتحد. ديون ديكسون بيخترق ديون ديكسون، ما بينجح بالمحاوله، الريباوند لصالح اسماعيل، ريباوند لصالح اسماعيل، وعم نشوف تيرنس لادر عم يتوجع بارض الملعب بعد ثواني قليل على انطلاق المباراه، عم يتوجع ديون ديكسون. الجهاز الفني
والطب بيدخل من نادي هومنتمن. كل السلامة لترنس لادر اللي ما قدرنا نعرف شو السبب اللي سقط فيه على أرض الملعب تحت أنظار أمين عام الاتحاد الآسيوي أستاذ هاجوب خاتشاريان، أستاذ تمام جارودي رئيس اللجنة الفنية بنادي الرياضة وعضو الهيئة الإدارية، وأستاذ كيمان وكيان داعم من نادي هومنتمن. رح نشوف الإعادة شو صار. ما في احتكاك يعني هو ولاعب. كل السلامة لترنس لادر اللي عم يخرج من أرض الملعب. جو غطاس عم بيساعده جو اليوم كمان ما رح يشارك بالمباراة لأنه عنده إصابة. وجو فوغل على أرض الملعب. جو فوغل على أرض الملعب. أكيد الممثل يوسف حداد يلي كمان عم مثل ما ذكرنا عم يتابع المباراة بأرض الملعب. إذا جو فوغل اللاعب الرياضي السابق على أرض الملعب بهالوقت. مباراة بين الشانفيل والتضامن انطلقت كمان. انطلقت إذا بين نادي الشانفيل والتضامن المباراة. مارك كورجيان عنده مهمة دفاعية على جو عبد النور، دفاع من تومان لآلان أباس، باكيت انجو عم يدافع على علي محمود. وهلا صار كل واحد بأجنبي واحد تحت السلة. جو عبد النور بسجل أولى نقاط المباراة. بسجل جو أولى نقاط المباراة. ضيعت التقدم لصالح نادي الرياضي. مارك بمر لاسيباك كتنجيا تسديدة ثلاثية ما عم تتسجل. اسماعيل احمد الريباوند دفاع لصالح السمعة. علي محمود للسمعة. اسماعيل بيخترق ما بينجح بالمحاولة. ريباوند هجومي كمان وهالمرة من روي سباحة. روي بمر للسمعة. احمد ابراهيم يكسر الكره. احمد ابراهيم تورن اوفر على فريق الرياضي. ليون ديكسون لجو فوغل. هايك بسدد على الارك ما بينجح بالمحاوله. ريباوند دفاعي كمان لصالح نادي الرياضي يلي مسيطر على انطلاق المباراه بالريباوند. ترنس لادر يلي ما زال عم يتوجع على مقاعد الاحتياط. جو عبد النور. جو علي محمود. علي بعد معه خمس ثواني بمرر لروي مقطوعه من دفاع نادي هومنتمن. سيفاك كيتنجيان. سيفاك مارك كورجيان يخترق بيعطي هايك اوبن شوت لسيفاك كيتنجيان يلي بيسدد على الارك وبيسجل اولى نقاط فريق هومنتمن. تقدم نادي هومنتمن بفرق نقطة. بوقت الشانفيل عم يتقدم بهالوقت بفرق أربع نقاط 8-4. بأول فرصة رح ننتقل طبعا لديك المحدي مقطوعة من دفاع هومنتمن. دفاع مان تو مان كمان من سوبوتيتش. ليون ديكسون واحد من نجوم الدوري هالموسم. ديكسون بسدد عن الارك ما بينجح بالمحاولة. الريباوند رقم 3 لاسماعيل احمد. 3 ريباوند للسمعة. علي محمود من المسافة المتوسطة ما بينجح بالمحاولة. ديكسون بينطلق بشكل سريع بشكل سريع بسجل. ديون ديكسون أولى نقاطه بالمباراة وهومنتمن عم يتقدم بفارق 3. بالتصويت على ويب سايت ال بي سي وبالسؤال لمين برايكم رح يفوز بلقاء اليوم 59% الجمهور اللبناني او جمهور كرة السلة اعطى لفريق الرياضي 41% لنادي هومنتمن على ادريس الويب سايت عم تشوفوه امامكم. كمان دفاع نادي هومنتمن عم يعمل ارباك لهجوم
نادي الرياضي ومقطوعه كمان من مارك اورجان. بدايه ممتازه لمارك بالفعل اليوم يلي عم يلعب كستارتر، عم يعمل شغل خاصه بالديفنس كثير كبير. هاي جو بوغل، جو بدك يلعب على السله، بسجل جو بوغل، بسجل جو اولى نقاطه بالمباراه. وهومنتمن عم يتقدم بفارق خمسه امام مفاجاه شوي من المدرب سوبوتيتش اللي بيطلع بمساعده احمد فران، وفي خطا عندهم 7-2 وكيف تورن اوفر على فريق رياضي. جو فوغل سباكة الجان كمان بيخترق بفضيلة هايك بده لجو فوغل. جو بسدد على الارك، لا 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 لا، بسجل جو نقطة الخامسة. هيدي أول ثلاثية له بالجيم. بداية ممتازة للاعبي هومنتمن رغم يعني الضربة اللي تلاقوها بانطلاقة المباراة بإصابة ترنس ستادر. علي حيدر، علي بطلع طابة من جديد لبرا، خمس ثواني متباقية، اوفنسيف فاول سوبر مارك اورجان. بالفعل يعني انطلاقة المباراة لنادي هومنتمن بركز على هاللاعب الصاعد مارك اورجان يلي عامل شغل دفاعي كبير كبير كبير. واللقطة الأخيرة يلي فرجينا كيف قدر يستدرج اللاعب جو عبد الدور للخطأ بفرجينا أنه فرخ البط عوام، لأنه هاللاعب هو ابن بالفعل لاعب عاطى كثير كثير لكرة السلة، اللاعب نادي الكهرباء سركيز كورجيان. وعم نشوف مارك كيف قدر يستدرج مش حيلا لاعب، واحد من أفضل لاعبي الأجنحة بلبنان جو عبد النور للخطأ الهجومي. 10-2 بعد 5 دقائق و10 ثواني لصالح نادي هومنتمن. إذا فينا نروح على ديك المحتي ولو بشكل سريع بركي بنستفيد شوي. إذا نادي الشوبيل متقدم بفرق 5 نقاط 12-7. هيدي ديك المحدة، المباراة بين تضامن وفريق شاوفيل. تسديدة ما بتنجح من روبرتسون، هاد روبرتسون لاعب نادي التضامن. فريق شاوفيل بهالوقت بالهجوم وهو متقدم بفرق خمسة مثل ما ذكرت 12-7. بنرجع من جديد لا بركي بنتابع هيدي الهجمة وبنرجع لأنتلياس. وقت نادي الشاوفيل عم يتقدم بفارق 7 نقاط 14-7. جو فوغل ما بينجح بالمحاولة، اسماعيل احمد على الريباوند بعد بلاك شوت من علي حيدر. اذا 4 دقائق و20 ثانية متبقية، احمد ابراهيم بيخترق ما بينجح بالمحاولة. ترنس لادر اللي رجع على ارض الملعب بيلتقط الريباوند، ورجع فريق هومنتمن ليكتمل صفوفه بعودة لادر. ديون ديكسون، ديون ديكسون ما بينجح، علي حيدر على الريباوند. اسماعيل احمد نقطتين بس لفريق الرياضي ب 6 دقائق و8 ثواني. فريق الرياضي يعني هو يلي عنده افضل خط دفاعي بالبطوله عم بيعاني امام دفاع نادي هومنتمن. نقطتين بس شغلة لافتة جدا. ترنس لادر، ترنس لادر بده يجرب يلعب تحت السلة، بتطلع الطابة لبرا عند سباكة انجان يلي بيخترق وبيسجل، سباكة انجان. مش معقول يلي عم بيصير بأنتلياس بمصر اليوم. 12-2 تقدم 10 نقاط لفريق هومنتمن. علي حيدر بسدد من المسافة البعيدة، كمان ما بينجح بالمحاولة. ريباوند دفاع لديون ديكسون، والمدرب سوبوتيتش منه مصدق شو عم بيصير.
سارس تادر لاتشو فوغل هاي واحد من الثري بوينترز المهمين بالبطولة ما بينجح بالمحاولة اسماعيل احمد كمان على الريباوند الريباوند رقم خمسة للسمعة لكن نقطتين بس لفريق الرياضي لهلا احمد ابراهيم بيقترب البيس لاين وبيسجل اي لاف ذيس جيم بيسجل احمد ابراهيم ولقاته بالمباراة وبيكسر عتبة وحاجز النقطتين يلي وقف عليه لفترة طويلة جدا لاعبي نادي الرياضي بيكسر حاجز النقطتين لشوف اذا رح تفتح مع نادي الرياضي بعد ما سجل احمد ابراهيم كتان جيام بيستلم سيباك كتان جيام بعد عنده ثلاث ثواني جو بوغل لازم يسدد بيسدد ما بينجح بالمحاولة الريباوند دفاعي لجو عبد الدور وفريق الرياضي بالهجوم علي محمود ببرر احمد ابراهيم بيسدد على الارك لا 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 احمد ابراهيم بعيد فريق نادي الرياضي للسكة لعزم الاعادة واحدة من اجمل اللقطات بهالموسم مش اكيد بس بهالمباراة اللقطة اللي سجلها احمد ابراهيم احمد بتابع بالتسديد من المسافة البعيدة بسجل نقطته الخامسة اول 3 بوينت لنادي الرياضي والفارق عم يتقلص لخمسة سريعا لديك المحدي برك المخرج بسرعة بينتقل لديك المحدي لما يكون عنا ابدا وقت ضايع بوقت نادي الشانفيل عم يتقدم بفارق 11 18 7 عم يكون عنده اثنين فريسرو فيليب تابت اذا اثنين فريسرو لفيليب تابت بعد الخطأ اللي ارتكبوا عليه بشير العموري المحاولة الثانية بسجلها فيليب بيعطي التقدم بفارق 12 نقطة لفريق الشعوبيين يلي بالفعل يعني قدر من بعد فوزه على فريق الحكمة تغير الفريق بشكل كامل عماد سعادة بمرر لجارد فيموس يلي بسدد المسافة المتوسطة وبيسجل جارد فيموس بيسجل وبيقلص الفارق ل 10 19 9 إذا تقدم 10 نقاط بين الشعوبيين والتضامن بترجع لأنتلياس بمزهر لنتابع آخر دقيقتين من الكورتر الأول آخر دقيقتين من الكورتر الأول والتقدم مازال لصالح تقدم لصالح نادي هومنتمن بفرق خمسة هايك تحت السلة بيتعرض للبلوك شوت من علي حيدر هيدا تاني بلوك شوت لعلي حيدر بالمباراة ترس لادر بتسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة والفرصة بتروح لصالح النادي البيروتي علي محمود دايما معه سباك كتان جيام علي محمود لمريرة توصل علي حيدر بصعوبة عبد النور عبد النور ما بينجح بالمحاولة كمان دفاع هومنتمن مرة جديدة دفاع الهومنتمن بقول كلمته سباك كتان جيام لجو فوغل يلي كمان بسدد على الارك جو فوغل لاعب نادي الرياض السابع عم يسجل بسلته القديمة نقطة الثامنة ثاني ثلاثية لطلع جو فوغل والمدرب تحت انظار مدربه السابق سوبوتيتش كمان مقطوعة ديون ديكسون بروح على السلة اي لاف ذيس جيم بيسجل ديون ديكسون نقطة الرابعة وبيرجع بيعمل فارق 10 نقاط لصالح نادي هومنتمن بداية ممتازة لصالح نادي هومنتمن بهالمباراة أحمد إبراهيم ما بيرجع بالمحاولة بيلتقط الريباوند إسماعيل أحمد بيسجل السمعة أول سلة له بالجيم وراح نشوف الإعادة سلة ديون ديكسون الأخيرة آخر ثواني الكوارتر الأول ديون ديكسون ديكسون بعد عنده 8 ثواني بسدد هايك على الأرك ما بينجح جو فوغل بيلتقط الريباوند بمر لترنس لادر لادر كمان بسدد على الأرك المحاولة الثلاثية ما بتنجح والكوارتر الأول عم ينتهي 17 9 لصالح نادي هومنتمن بطلب المخرج جورج خليل عم نعزمه شوي اليوم ننتقل سريعا لديك المحدي للقاء الشانفيل والتضامن التقدم عم يكون لصالح نادي الشانفيل يلي كمان هون
عم ينتهي فيه الكوارتر الاول. رح نشوف النتيجه على كل الاحوال. بركي كمان الكاميرامان بفرجينا السكور بورد. التقدم واضح لصالح نادي الشانفييل 21-14. اذا النتيجه بالشانفييل، تقدم الشانفييل 21-14، بينما النتيجه بانتلياس بمزهر 17-9 على صالح ومنتمن على حساب الرياضي. عم نشوف هون المعالج جهاد حداد يلي عم يساعده لترنس نادر. اذا 23-14 او عفوا، اذا النتيجه بالشانفييل 23-16، فارق 7 نقاط لصالح نادي الشانفييل على حساب التضامن. مباراة كثير مهمة بين الفريقين يلي عندهم نفس عدد النقاط وعم يتنافسوا على المركز السادس. كمان الزميلة كارن جارجاروسيان يلي رح تقدم بالهاف تايم فريق السيدات لنادي هومنتمن. اليوم تنطلق بطولة لبنان للسيدات بيوم المرأة العالمي، الافتتاح عم يكون بمدرسة عنطورة بين برج عنطورة ونادي أنترانيك. هالملعب يلي تم استحداثه بشكل كامل من إدارة مدرسة عنطورة. ليون ديكسون بمر لاسيفاك كيتين جيان ترنس لادر بيعمل كنترول بسدد ما بينجح بالمحاولة. ريبوند لصالة علي حيدر. بعيد أحمد تمريرة لعلي محمود. علي لعلي حيدر. حيدر ما بينجح بالمحاولة بجوبوغ على الريبوند. يعني لافت جدا انه المدرب ألان أبز عم يلعب بالجوبوغ وترنس لادر مع بعض. نيناد كرزتش مكاني يحب هيدي الطريقة وترنس لادر عم بيسجل أولى نقاطه بالمباراة ليعيد الفارق لعشرة. تحت السلة علي حيدر في خطأ لصالح نادي الرياضي. إذا خطأ لصالح نادي الرياضي. تسديدة أحمد إبراهيم الثلاثية كمان ما بتنجح. سباكة ترجع ريباوند. وهومنتمن ما زال محافظ على تقدمه أمام الرياضي متصدر XXL إنرجي بطولة لبنان لكرة السلة. ترنس لادر لديكسون. 3 ثواني متبقية. ديون ديكسون لازم يتصرف بيسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة الثلاثية. وعلي حيدر موجود بقوة على الريباوند. علي محمود وطلع جو عبد النور. جو منه للسمعة. اسماعيل احمد بده يحاول يخترق على زميله السابق جو بوغل. اسماعيل ببرر. ذكية منك يا سمعة. ذكية تمريرته لاسماعيل احمد وعلي حيدر بسجل اول سلة له بالجيم وبنزل فارق لثمانية. يعني السنة شوبت بشكل سريع بملاعبنا. اسرع بكثير من المتوقع. لاحظوا شو عمل اسماعيل. اللاعب الذكي جدا. تمريرة ولا اجمل. امير سعود كمان يعني كنا بدنا نقول على جيمس هاردن، بدنا نقول على ميغيل مارتينيز. امير هو وميغيل مارتينيز بالدقن اللحيه يلي بتميزهم هو وميغيل مارتينيز. تمريره بتوصل لجو فوغل. سباك تنجيان 3 ثواني بعد عنده سباك بالمسافه المتوسطه ما بينجح بالمحاوله. احمد ابراهيم على الريباوند الدفاعي. علي حيدر بحاول يروح بالفاست بريك وتركوفر على علي حيدر.
8 نقاط لصالح نادي هومنتمن بوقت النتيجة بالشانفيل ما زالت بتشير لتقدم نادي الشانفيل صاحب الأرض بفرق 6-23-17. ليون ديكسون لهايك رالف عائل يلي دخل على أرض الملعب. رالف بيتعرض للبلوك شوت من إسماعيل أحمد، السمعة بيطلق الفاس تبريك بشكل سريع وتسديدة أحمد إبراهيم ما بتنجح، لكن إسماعيل موجود موجود. السمعة 4 نقاط و7 ريباوند هلا لإسماعيل أحمد، فعالية عالية جدا جدا للاعب المصري. هايك لترنس لادر، ترنس بيعمل الفانت وبسجل بسجل نقطة الرابعة، عنده طريقته الخاصة. وجو بوغل عم يلتقط ريباوند بعد ما حاول يلعب أمير سعود الفاست بريك. الفرق 8 من جديد. ترنس لادر خطأ لصالح ترنس لادر، يعني على اللو بوست خطر كثير هاللاعب، لأنه بيقدر يلعب الفيد اواي ويسدد بالمسافة المتوسطة، وبيقدر يلعب الانسايد جيم بشكل سريع. السبين موف يلي عمله على اسماعيل احمد بتفرجينا قد ايه عنده سكيلز على اللو بوست. ميغيل مارتينيز بيدخل على ارض الملعب. ترنس بالمسافة المتوسطة ما بينجح فيها، علي حيدر على الريباوند. 6 دقائق متبقية لنهاية الكورتر الثاني. ميغيل مارتينيز، ميغيل أمير بسدد على الارك ما بينجح. لادر على الريباوند. ترنس لادر توصل لديون ديكسون، شو سريع يا ديكسون، شو سريع اللاعب. 6 نقاط لديون ديكسون، الفارق من جديد 10. مرة جديدة بيقدر فريق هومنتمن يستوعب الكومباك اللي عم يحاول يعملها رجال المدرب سوبوتيتش. اسماعيل احمد، السمعه السمعه بيبرم على السله وبسجل اسماعيل نقطه السادسه. 6 نقاط للسمعه. هايك بيعمل كنترول تحت السله، خطا لصالح هايك. ماركو رجيان على ارض الملعب من جديد. شانفيل بهالوقت بيتقدم بفرق 5 على التضامن 25-20، تضامن مع مدربهم مروان خليل عم يجربوا يقلصوا الفارق. بوقت هايك رح يكون عنده 2 فري ثرو، بينجح بالمحاولة الأولى، أول نقطة له بالجيم، يعمل فرق 9. تاني ما بينجح فيها، ريباوند كان لصالح أمير. اسماعيل أحمد، السمعة خطأ لصالح السمعة. المدرب البوسني آلان أباز اللي عم يعطي تعليماته. أحمد إبراهيم يخسر الطابة، فعل دفاع هومنتمن ممتاز ممتاز ممتاز، يعني ما عم يخلوا لاعبين فريق الرياضي يرتاحوا أبدا تحت السلة. ليون ديكسون لترنس لادر يلي بسدد مسافة متوسطة بسجل نقطة السادسة، وفريق هومنتمن عم يتقدم بفارق 11. 4 دقائق ونص متبقي. ميغيل مارتينيز أمير سعود، أمير لإسماعيل، علي حيدر، إسماعيل أحمد، ميغيل مارتينيز بالمسافة المتوسطة بسجل. ميغيل أول سلة لميغيل مارتينيز بالجيم. أربع دقايق تبقى لنهاية الكورتر الثاني. هايك لمارك فورجيان،
مارك مارك لديهم ديكسون ديكسون تحت السلة ما بيرجع بالمحاولة أحمد إبراهيم على الريباوند ينطلق أحمد إبراهيم بشكل سريع ميغيل مارتينيز إسماعيل أحمد تسديدة ثلاثية ما بيرجع فيها ريباوند كمان لصالح هومنتمن ديكسون بينطلق لاحظوا سرعة هاللاعب لكن هاللاعب بضيع الفينش وبيسمح لاسماعيل احمد يلتقط ريباوند دفاعي بوقت احمد ابراهيم كمان عم يضيع محاوله جديده مارك اورجيان لترنس نادر ترنس اللعبه يلي بحبها ترنس نادر من نقاط لترنس نادر وتقدم 11 نقطه لهومنتمن واللافت هن النقاط ال 17 يلي بس سجلها لهلا فريق الرياضي ب 17 دقيقة لعب علي حيدر علي حيدر ما بينجح بالمحاولة كمان ترس نادر على الريباوند يلي عم يصير بملعب هومنتمن غريب عجيب بوقت تضامن عم يقلص الفرق لثلاث نقاط مارك اورجيان لا 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 مارك اورجيان بيضرب من المسافة البعيدة وبسجل أولى نقاطه بالمباراة اللاعب يلعب مجهود دفاعي كبير عم يفرجينا مجهود هجومي جمهور الهومنتمن بهالوقت عم يحتفل بتقدم فريقه بركة بنروح على ديك المحدة لنشوف الأجواء ونادي الشاوميل يلي كان عم يتقدم من وقت قليل بفرق خمس نقاط 27-22 هون عم نشوف رميات حرة لنادي التضامن المحاولة الأولى بتتسجل بشير العموري هو اللي عم يسدد على الفري ثرو لاين بسدد الثاني كمان بنزل الفرق لثلاث نقاط 27-24 في بعد وقت كبير لنهايه الكوارتر الثاني بديك المحدي كمان فاست بريك ممتازه هالفاست بريك ممتازه من لاعبين فريق الشاوميل الشاوميل بيرجع بزيد التقدم بعد سدد الي مطران لخمس نقاط 29-24 روبرتسون توصل لجارد فيبس لكن في خطا اذا النتيجه بين الشاوميل والتضامن 29-24 واثنين فريسرو لهاك روبرتسون الخطا من حسين الخطيب روبرتسون بسجل الاولى بنجاح لقلص الفارق وبنرجع مشاهدينا بنرجع بما انه في فريسرو بنرجع لمزهر 31-17 تقدم نادي هومنتمن على الرياضي بيروت الرياضي برجع مسكر عم يلعب باجنبي واحد بعد ما توقف لورين وود لمباراتين ميغيل مارتينيز بمر لعلي حيدر علي حيدر بسدد بالمسافه المتوسطه ما بينجح ميغيل مارتينيز بيخطف الريباوند الهجومي مارتينيز لاسماعيل امير سعود بالمسافه المتوسطه بسجل الامير الامير موجود دايما بقلص الفارق ل 12 رالف عائل ترنس لادر ترنس بيخترق بيخسر الكرة عبد النور بيلتقط الريباوند فاست بريك لصالح نادي الرياضي مقطوعة من نادي هومنتمن مش لفترة طويلة اسماعيل احمد بسجل والتايم اوت سريع بيطلبوا المدرب البوسني الن ابز بوقت مارك اورجيان عم يتوجه على ارض الملعب كل السلامة لمارك كل السلامة لمارك جهاد حداد مرة جديدة بيتدخل ظهر تلقى ضربة على بقوم بالسلامة هيدا المهم نرجع لديك المحدي ممكن ننتقل بسرعة لملعب الشاوميل بوقت نادي تضامن عم يقلص الفارق وعم يتعادل بين الفريقين تعادل إذا بين الفريقين على النقطة 29 جارد فيموس بده يحاول هون وزملائه يعطوا تقدم لفريقهم تسديد بالمسافه المتوسطه ونادي التضامن عم يتقدم التضامن عم يتقدم بهالوقت على فريق الشاوميل بملعب الشاوميل كمان محاوله من فريق الشاوميل شوف السله منا محتسبه بعتقد السله غير محتسبه خطا لصالح نادي الشاوميل قبل ما يسدد سايد بول لنادي الشاوميل بشير انه التضامن عم يتقدم بهالوقت بفرق نقطتين 31-29
منتابع هالهجمة تحت السلة. فلادان فلادان ما بينجح بالمحاولة، كمان فريق شاوفيل بالهجوم، تسديدة ثلاثية كمان ما بتنجح. مننتقل من جديد لملعب مزهر مع ترس نادر يلي بيعمل موف حلو كتير، حلو كتير الموف يلي كان عم يحاول يعمله ترس نادر. أكيد تحت أنظار أمين عام الاتحاد الآسيوي أستاذ هاكوب قتشريان، أكيد ابن نادي الهومنتمن وأمين عام كمان حزب الطشنات، هو مدرب نادي هومنتمن سابقاً إن كان رجال أو سيدات ولاعب كمان. لاحظوا بالإعادة ملا موف عمله ترس لادر، لادر مسجل بالقسم الأول بنجاح ونقطته التاسعة، تسع نقاط أربع ريباوندز أسيست وبلوك شوت. كمان المباراة اللي عم يتابعها أستاذ تمام جارودي نجل رئيس نادي الرياضي أستاذ هشام جارودي وأستاذ جي مانوكيان. هومنتمن بيرجع بزيد تقدمه ل 11 والتقدم عم يزيد ل 12 نقطة، 10 نقاط لترس لادر، أول لاعب عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط. أمير سعود مع سيفاك كيتنجيان، سيفاك معروف بدفاعه. ميغيل مارتينيز اوبن شوت ما بينجح بالمحاولة، الريباوند لمين؟ لصالح اسماعيل، علي حيدر بسجل عليه، أربع نقاط لعلي حيدر. ليون ديكسون ثلاثة وستين ثلاثة وعشرين، رالف عائل ما بينجح بالمحاولة، اسماعيل أحمد بيعمل كنترول على الريباوند، وأمير السعود بمر لعلي حيدر تحت السلة، علي بيخسر الكرة أمام رالف عائل يلي مر رشيد الرياضي بيخسر الطابة، هن ولقطينا بيقدروا لاعبي هومنتمن يقطعوا الطابة. الشاطير عم يرجع يتقدم بهالوقت بفرق ثلاثة 36 33، يعني هون مع نهاية الكوارتر الثاني رح نعيش آخر دقايق الكوارتر الثاني بين الشانفيل وفريق التضامن. نجرب قد ما فينا نعطيكم من الملعبين. الطابة بيخسرها فريق هومنتمن، جو عبد النور بيطلع بالوقت بعد عنده 15 ثانية، عبد النور بمر لميغيل، أمير لإسماعيل أحمد، أمير سعود كمان خاطئ لصالح الأمير. أمير سعود، أمير بيسدد ما بينجح بالمحاولة الثلاثية، عبد النور بيخسر الكرة، والكوارتر الثاني مشاهدينا عم ينتهي بتقدم فريق هومنتمن على أرضه بفارق 10 نقاط 33 23، إذا تقدم ب 10 نقاط لصالح نادي هومنتمن. سريعا لديك المحلي مع شكرنا أكيد للمخرج جورج خليل يلي اكيد عم نعزبه معنا في تايم اوت بهالوقت بملعب الشاوفيل. بنخلص هون الكوارتر ومن بعدها بناخذ بريك. بسجل كمان بسجل اللاعب روبرتسون، بقلص الفارق بقلص الفارق لنقطة واحدة. وثلاثين خمسة وثلاثين تقدم الشاوفيل، فرصة معايلة الأرقام، الأرقام متعادلة، الأرقام متعادلة من جديد. صباح بمرر في خطأ سايد بول، يحيى صبرا محاولة وكمان ريباوند تحت السلة ونقطتين جديد لصالح اللاعب الصربي فلادان. فلادان بيعطي التقدم بهالوقت، بيعطي التقدم لصالح فريق شانفيل. طابع عم تبرم نديم سعيد كابتن فريق التضامن،
طارق العموري دبل تيم، شفتوا الدفاع عن فريق الشانفيل، تسديده ثلاثيه بسجلها روبرتسون. بالفعل يعني فريق التضامن مع استقدام روبرتسون رجع الفريق ليكون خطر اكثر بالهجوم. تقدم نقطه لصالح نادي التضامن قبل دقيقه ونص تقريبا من نهايه الكوارتر الثاني. تقدم نقطة إذن 39-38. سبع خوري بعيد التقدم من جديد لصالح فريق الشانفيل 40-39 40-39. محاولة العموري ما بينجح بالمحاولة بشير. سبع خوري نحن بالثواني الأخيرة وفي خطأ لصالح فريق الشانفيل. إذن الفارق نقطة لصالح نادي الشانفيل على أرضه أمام التضامن. الفريقين التقوا طبعا بذهاب البطولة، والفوز كان لصالح نادي التضامن على أرضه بملعب غزير. الرمية الحرة الأولى ما بينجح فيها الظهر في سبورتسمان لايك فاول. صباح كابتن فريق الشانفيل بضيع المحاولة الأولى بسجل الثانية، بزيد تقدم فريقه لنقطتين 41-39 بين الشانفيل والتضامن. والبوزيشن بتبقى لصالح كمان النادي المتني. اللاعب جورجي اللاعب اللي استخدمه حديثا فريق الشانفيل. صباح خوري، صباح بوجه في روبرتسون، صباح بحاول يوصلها لفلادان، مقطوعه من دفاع التضامن. روبرتسون اذا الشانفيل متقدم بفرق نقطتين. روبرتسون ممكن يسدد، لعب خطر بالتسديد. روبرتسون بمرر لطارق العموري، طارق بيخترق لحظه الدفاع وبشير خيو بيحصل على الخطا تحت السله. خطا اذا لصالح بشير العموري، وراح يكون عنده اثنين فريسرو بشير. الفريسرو الاولى بسجلها العموري بقلص الفريق لنقطه 41-40. والمحاوله الثانيه كمان عم تنجح، الارقام متعادله بين الفريقين على النقطه 41. وفي اذا 26 ثانيه متبقي لنهايه الكوارتر الثاني. مشاهدينا بناخذ بريك ومنرجع من جديد لملعب هومنتمن. بريك ومنتابع. من جديد رجع مشاهدينا لملعب هومنتمن انتلياس بمزهر. المباراة بين نادي الرياضي وهومنتمن وتقدم نادي هومنتمن صاحب الأرض بفرق 10-33-23، بينما النتيجة بين الشانفيل ونادي التضامن متعادلة 41-41. بسرعة بنشوف المقارنة الإحصائية بين الفريقين وبنشوف نسبة تشيل من كل مسافات 38% لهومنتمن 36% لنادي الرياضي، متدنية عند الفريقين. 3 بوينتس هومنتمن أفضل 31%، 8% للرياضي. الفري ثرو 75% لنادي هومنتمن، 0% للرياضي يلي ما وقف على زيح الرميات الحرة بعد الفريق البيروتي ولا مرة. ريباوندز السيطرة لصالح نادي الرياضي 25 مقابل 14، وفارقة كثير بالأوفنسيف ريباوند 7 مقابل 2. تمريرات الحاسمة هومنتمن أفضل بهالمجال، 8 تمريرات حاسمة 8 تمريرات حاسمة مقابل 5، 10 ترن أوفرز الرياضي 1 على هومنتمن. هون فارقة كل المباراة و3 بلوك شوت لكل فريق. بسرعة بنشوف التسديدة الاكس اكس ال، اذا رح يقدر حدا من الجماهير يفوز فيها اليوم. 1.5 مليون برجع بذكر، كل اسبوع رح تزيد 500,000 ليرة بعد ما كانت 1,000,000 طوال مرحله الذهاب. كل اسبوع اذا بتزيد 1,000,000، اليوم اذا بفوز فيها بيربح 1.5 مليون من شركه اكس اكس ال.
التسديدة ما بتنجح والمحاولة كمان ما حدا عم يقدر من الجماهير لهلأ ينجح بنص الملعب. الحكام الثلاثة صاروا جاهزين لإطلاق المباراة من جديد بالكوارتر الثالث. إذن النتيجة 41-41 بين الشانفيل ونادي التضامن، برجع بذكر، بينما النتيجة بهالملعب 33-23 تقدم نادي هومنتمن على حساب فريق الرياضي، وهيدي مفاجأة كبيرة لبل مدوية إذا استطاع هومنتمن يحافظ على التقدم. وبرجع بذكر هيدي مباراة الصدارة، لأنه بحال بقي هومنتمن على تقدمه رح تقلب الصدارة من بيروت لعمشيت. عمشيت رح يصير هو المتصدر الجديد. الفريقين على أرض الملعب، بدي يشير أنه نادي هومنتمن قدم فريق السيدات بالهاف تايم، قدم فريق السيدات اللي رح يخوض غمار بطولة لبنان بعد وقت قليل من هلأ. الساعة 6 بتنطلق أول مباراة بدوري السيدات من عنطورة، برج عنطورة بمواجهة نادي الأنترانيك، بينما المتحد بأرضه بطرابلس بيستضيف فريق هوبس. والساعة 7 اليوم هومنتمن بواجه بليفرز. هيدا المدرب جورج عيقي، مدرب هومنتمن للسيدات، يلي موجود على المنصة عم يتابع الفريق، لأنه بعد وقت قليل رح يكون عنده مباراة بواجهة فريق بليفرز. بينما منتخب دون ال 16 عند السيدات رح يلعب مع فريق الرياضي بطل لبنان وحامل الكاس. ريباوند الأول بالكوارتر الثالث لصالح شو عبد النور. علي محمود، علي بيخترق علي محمود تحت السلة، باسكت إن لعلي محمود، بيسجل أول سلة لإله بالجيم وبقلص الفارق للثمانية. وراح يكون عنده رمية حرة إضافية علي. وليد دمياطي أكيد ضيفي بإنسايد جيم يوم الاثنين المقبل، عضو لجنة إدارة البطولة، نجم كرة السلة اللبنانية بشكل كتير كبير إن كان على الصعيد اللبناني أو الدولي، إلى جانب مدير المنتخبات أستاذ نزيه بوجي. على المنصة علي محمود، الرمية الحرة الإضافية بسجلها علي، نقطة الثالثة والفارق عم يتقلص لسبعة بهالوقت. ديون ديكسون، ديكسون لترنس لادر، بوجه في علي حيدر، ترنس لادر بيخترق تحت السلة، بيطلع على مارك، مارك أورجيا بيسدد على الأرك وبيسجل مارك. تاني ثلاثية ناجحة لمارك أورجيا بتمريرة حاسمة من ترنس لادر. هومنتمن بيرجع بيتقدم بفرق 10. سباكة تنجيون ما زال عم يدافع على علي محمود، ديكسون هو اللي عم يدافع على أحمد إبراهيم. أحمد إبراهيم رائعة جدا، ومتابعة ما بتنجح من فريق الرياضي. ديكسون كمان، ديون ديكسون لهايك، هيك بتعرض للبلوك شوت، تبقى الفرصة لصالح نادي هومنتمن. ترنس لادر من المسافة المتوسطة ما بيسجل، ريباوند عبد النور، كمان مقطوعة، لكن علي محمود بيرجع بفرجينا لمحاته الكبيرة بالديفنس وبرد الستيل بستيل. أحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم توصل للسمعة. جو عبد النور بالمسافة المتوسطة ما بيسجل، ريباوند لهايك. ديون ديكسون، هايك لسيفاك تنجيون، تسديدة ما بتنجح، ترنس لادر على الريباوند مش لفترة طويلة، مقطوعة من أحمد إبراهيم. فاست بريك مع علي محمود، اند وان للمرة الثانية لعلي محمود. كل السلامة لعلي محمود يلي عامل بداية كوارتر ثالث ممتازة. بسجل علي مرة جديدة مع الفاول، وراح يكون موجود على زيح الرميات الحرة من جديد.
بالإعادة عم نشوف سلة علي محمود، خمس نقاط صار رصيده. بسجل كمان الأند وان، ست نقاط لعلي محمود بهالكوارتر. فارق عم ينزل لسبعة. ديون ديكسون لاعب سريع، سريع ديون ديكسون بيعمل كنترول بعد ضغط دفاعي من اللاعب علي محمود. ريباوند كمان علي حيدر، فريق رياضي افضل بكثير، مش لفتره طويله، مقطوعه كمان من دفاع هومنتمن. ديون ديكسون ما بينجح بالمحاوله، هايك تحت السله بيعمل فانت، اثنين مقطوعه من علي محمود وفاست بريك. وهون في ضربه على ترنس لادر، ترنس لادر المصاب، ما بعرف شو عم يصير معه، ما بعرف اذا يعني اذا لحاله هو الضربه يلي تلاقيها من الاول عاودت، لانه ما شفنا في احتكاك مع حدا الا اذا المخرج عنده شيء فرجينا اياه. جو فوغل على ارض الملعب الجديد، والمعالج نادي هومنتمن جهاد حداد عنده شغل كثير اليوم الظاهر مع ترنس لادر. علي حيدر، علي 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 بسدد ما بينجح بالمحاولة، الريباوند لصالح جو، الريباوند رقم ثلاثة لجو فوغل. بعده الكوارتر الثالث، منطلق بين الشامبيل والتضامن، بعد منطلق مارك بورجيا، مارك بيخسر الكرة، فاست بريك لفريق الرياضي، ثلاثة على واحد، المحاولة ما بتنجح، لكن اسماعيل احمد بالمكان المناسب ليسجل نقطة العشرة. ديون ديكسون في خطأ قبل، في خطأ بيقول حكم زياد طنوس، حكام المباراة رباح جيم زياد طنوس وفوزي عشقوتي. الكوارتر الثالث بهالوقت بينطلق بملعب الشانفيل، هون سابقينهم بثلاث دقائق ونص تقريبا. ترنس لادر رح يرجع على ارض الملعب، بدلا من مارك كورجيان جو فوغل، خطأ لصالح جو، الخطأ من اسماعيل احمد، الخطأ الثالث على اسماعيل احمد. عمر الترك روي سماحة عم يتحضروا للدخول بأي لحظة. توسا لديون ديكسون، منو لجو فوغل، لاعب جامعه كولورادو ستيت بسجل نقطته العاشره بهالوقت، وبيرجع بيعمل الفارق سبعه. كمان مقطوعه من سباك تنجا، مش معقول اللي عم يصير اليوم مع فريق الرياضي، خطا لصالح سباك تنجا، يعني عم يقدروا يعملوا عدد كبير من ستيت، بركي فينا نشوف التورن اوفر. المقارنة بين الفريقين رح تشوفوا قد ايه فارقة لصالح نادي هومنتمن. وسوبوتيتش منه مصدق شو عم بيصير. بضيع المحاولة الأولى سيفاك تنجيان، خمس نقاط، ريباوند وأسيست واثنين ستيلز. بسجل الثاني، واحدة من الثاني لسيفاك، 39-31 تقدم 8، وجمهور هومنتمن بالفعل بيعرف كثير منيح كيف يشجع فريقه، ما بيسكت ابدا، دائما بيدعم فريقه. خطا من جو فوغل لصالح علي حيدر، الخطا الثاني على فوغل. خمس دقايق ونص تقريبا متبقي لنهاية الربع الثالث. السمعة لأحمد إبراهيم، أحمد إبراهيم بيعمل موف، بيعمل موف، ومحاولة ناجحة إذا ماني غلطان يلي تابع إسماعيل أحمد، ماني أكيد إذا إسماعيل ولا إذا لأحمد إبراهيم. الظاهر فوغل يلي دقت بايد فوغل وتسجلت،
هلا بنرجع بنشوفها بعد ثواني قليل. خلينا نتابع الهجمه، المحاوله الثلاثيه ما بتنجح. ديون ديكسون بمر لهايك، هايك تحت السله، خطا لصالح هايك. من اعاده لاحظوا شو صار، لاحظوا الموف الرائع يلي بيعمله بالفعل من جو فوغل. المحاولة تتسجل من هايك. إذا السلة ما احتسبت لأحمد إبراهيم، احتسبت لكابتن فريق الرياضي اللي هو جان عبد النور. بسجل هايك 2-2. إسماعيل أحمد. أحمد إبراهيم ما بينجح بالمحاولة، الريباد لمين؟ لصالح فريق هومنتمن. لا، الكرة بيلقطها جو فوغل وهو على البيس لاين، بيعترض جو، تبقى البوزيشن لصالح نادي الرياضي. اوت اوف باوند مع جو عبد النور. علي حيدر، علي بيخترق مقطوعة، ديون ديكسون مش لفترة طويلة، مقطوعة من احمد ابراهيم. يعمل ترانزيشن ديفنس سريعة جدا احمد، برد الفرصة من جديد لفريقه. ميغيل لعلي حيدر وتورن اوفر. إذا فينا لازم نشوف التورن اوفرز. المدرب سوبوتش بيطلب تايم اوت، بنروح هذيك المحدة ومن بعدها بنشوف مقارنة بين التورن اوفرز بين الفريقين، لأنه التضامن بهالوقت عم يتقدم بفارق أربعة، وهون تضامن بضيع فرصة بوقت فريق الشوفين بالهجوم. صباح خوري، صباح بقلص الفارق لنقطتين، 49-47 التقدم لصالح نادي التضامن على حساب فريق الشوفين. والعاني بطولة لبيل لكرة السلة. جارد فيمس ما بينجح بالمحاولة، تبقى لصالح نادي التضامن مع طارق العموري. طارق بيرتكب التورن اوفر وفريق الشاوفيل عنده البوزيشن بهالوقت. كمان مرة جديدة، صباح، صباح خوري لفلادان. فيليب تابت بيمرق على السلة، ما بينجح بالمحاولة، العموري على الريباوند، هالمرة بشير روبرتسون بمرر للسعيد، نديم الفاست بريك اللي بحبها ما بينجح يسجل منها بوقت فريق الشوفين بالهجوم. حسين الخطيب، الخطيب بيعدل الأرقام على النقطة 49 وممكن يعطي التقدم لفريقه بحال سجل الرمية الحرة الإضافية. إذا الشوفين بعدل النتيجة هو والتضامن على النقطة 49، وحسين الخطيب رح يكون عنده رمية حرة إضافية. إذا سجل الخطيب التقدم بصير نقطة للشانفيل. بنرجع على ملعب هومنتمن، وهلا بقلكم إذا سجلها أو لا، هي رمية حرة يعني ما فيها لعبة. بنرجع إذا على ملعب السلة، عم تتسجل من حسين الخطيب. بنرجع على ملعب هومنتمن، الشوفين متقدم بفرق نقطة. ديون ديكسون، لا لا لا، مش معقول، مش معقول، ديون ديكسون صار وسجل أمام جمود بدفاع النادي البيروتي. ولاحظوا التورن اوفر هون، كل المباراة خمسة مقابل 15، 10 تورن اوفرز حقهم 40 نقطة. كمان إسماعيل أحمد بوشه في ترس لادر، مقطوعة، مقطوعة من ترنس لادر 4 ثواني. لاحظوا شو عمل ديون ديكسون، كيف طار وسجل. أمير سعود ببرر لإسماعيل، إسماعيل بيسدد على الآرك، ما بينجح بالمحاولة، الريباوند لمين؟ لصالح ديكسون. كمان ديون ديكسون اللاعب السريع ببرر لهايك، إسماعيل أحمد بيعترضه ببلاك شوت، وأحمد إبراهيم بيكمل. على كل الاحوال كان في بوزيشن لصالح نادي الرياضي. ما زال هومنتمن متقدم بفرق 10. اسماعيل احمد، علي محمود عم يتحدى للعوده لارض الملعب. مقطوعه كمان من ترنس لادر، فاست بريك مع ديون ديكسون،
ديون ديكستر بيعمل كنترول وصل لجو فوغل انتوان لجو فوغل بسجل جو فوغل ديكستر عم يعمل العجايب بالفعل عم يعمل العجايب وجو فوغل لاعب الرياض السابق بسجل نقطة 13 ورمي حرة إضافية صدق أو ما تصدق هومنتمن عم يتقدم بفارق 13 على حساب نادي الرياضي بيروت. لاحظوا بالإعادة شو عمل ديون ديكسون وجو فوغل بالمكان المناسب رمي حرة إضافية لجو فوغل بضيع رمي الحرة علي محمود على الريباوند الفارق بيبقى 12 كمان مقطوعة سفكة الجوبي مرة ترستادر ترستادر I love this game ما معقولة ملا مباراة دفاع هومنتمن بكمل سيطرته الكاملة المدرب أبس برد على المدرب سوبوتيتش بسلاحه الفتاك سوبوتيتش سلاحه الفتاك ببطولة لبنان هو الديفنس برد عليه بديفنس مخيف جدا ولهلا ما عم يقدر هجوم فريق الرياضي يلاقي علاج لدفاع آلان أبس المدرب البوسني ترس نادر بيعمل كنترول 14 نقطة الفارق مقطوعة من دفاع فريق الرياض أمير سعود أمير بينطلق بشكل سريع أحمد إبراهيم ما بينجح بالمحاولة هايك عريبا ديون ديكسون بمرر لترس نادر نادر بسهولة بسهولة تامة بسجل ترس نادر نقطة 14 شو عم بيصير بفريق الرياضي ما حدا بيعرف 16 نقطة الفارق المدرب سوبوتيتش عم يطلع بأي لاعب ممكن يخليه يغير المباراة يغير ريتم الجيم بيدفع بروي سماحة من جديد ميغيل مارتينيز من جديد على أرض الملعب هومنتمن عم يتقدم بفارق 16 قبل دقيقتين ونص من نهاية الكوارتر الثالث بدي أرجع أذكر إنه لورين وودز موقوف وما عم يلعب الرياض عم يلعب اليوم بأجنبي واحد 16 نقطة الفارق أمير ممكن يكون اللاعب اللي يغير شيء بفريق الرياضي إسماعيل أحمد ما بينجح بالأولى الثاني بيخسرها أمام إصرار كبير من سيفاكي تيجيون واحد من نجوم المباراة من دون أي منازع سيفاكي تيجيون دفاع ممتاز إيده دايما على الطابة موجودة بكل الطابة لقطع لاعبين فريق الرياضي كيتن جون بيخرج من أرض الملعب ورالف هائل بدلا منه دقيقتين وعشر ثواني متبقية لنهاية الكورتر الثالث عم نشوف لورين وودز اكيد غائب كبير عن فريقه بهالمباراة هلا عم نشوف ديكسون عم يقدر يخترق تحت السلة تنس لادر جو فوغل بوجود لورين وودز الامور بتختلف لانه لاعب عملاق لاعب عنده خبرة بأثر كثير على فريقه لورين وودز يعني عنده معدل 11 نقطة فاصل 2 بالجيم الواحد وعنده حوالي العشرة ريباوند بالمباراة الوحدة وحوالي البلوك شوت ونص 49-33 البوزيشن لصالح نادي الرياضي شاوفين بهالوقت عم يتقدم بفرق 4 55-51 ميغيل مارتينيز أمير السعود بمرر لميغيل ميغيل بيخترق ميغيل ما بينجح بالمحاولة ترس نادر على الريباوند كبير كثير المباراة اللي عم يعملها لاعبي هومنتمن الكل عم بيلعب الكل عم بيشارك عم يلعبوا كتيم بشكل واضح جدا خاصة بالديفنس رالف عائل لترس نادر انتوان لترس نادر بسجل نقطة 16 ورمية حرة إضافية والفارق عم بيزيد وعم يقترب الفارق ليصير 20 51-33 18 نقطة الفارق
وممكن ترنس نادر يعمل الفارق 19. لاعب بسدد بنسبة 80% على الفري ثرو لاين. ترنس نادر من أكثر اللاعبين يلي مسجلين فري ثرو لهلا بالليج، 16 نقطة 6 ريباوند 2 اسيست 2 ستيلز. ترنس نادر رمية حرة إضافية مسجل ترنس نادر، أكثر لاعب مسجل فري ثرو قبل انطلاق مباراة اليوم هو فلادان، كان 59 رمية حرة، وراه كان ترنس نادر 58. فلادان ماني عارف شو عامل هلا، كان رمية حرة ترنس وفلادان هن أكثر لاعبين مسجلين فري ثرو لهلا. كثير كمان مقطوعة، كمان تورن اوفر جديد، لازم ضلنا نراقب التورن اوفرز. والعراقجي المدرب توماتيتش ما عنده بقى شيء يخسره، عم يدفع بلاعب ناشئ، عم يسحب اللاعبين عندهم خبرة كبيرة، عم يدفع بلاعب ناشئ. والعراقجي ممكن يغير كثير من الامور لانه لاعب موهوب جدا، عنده سكيلز رهيبة لكن ما عنده خبرة، بس ممكن يغير كثير. 19 روبز على الرياضي، 6 بس على هومنتمن، هون كل المباراة عم تلعب. جو بوغل ما بينجح يوصل الطابة، مقطوعة من وائل عراقجي اللي بيعمل بسرعة ستيل، وهيدا التورن اوفر رقم 7 على هومنتمن. إذا قدر الرياضي يخفف تورن اوفر ويخلي هومنتمن هو يعمل تورن اوفر وهيدا كله بالديفانس، ممكن الأمور تقلب. غير هيك في صعوبة كبيرة كبيرة على رجال المدرب سوبوتيتش إنه يقدروا يكملوا بهالعدد الكبير من التورن اوفر. أمير سعود بسجل الفريسو الأولي بنجاح، نقطته الثالثة. الدقيقة متبقية لنهاية الكورتر الثالث. أمير بسجل كمان السعود، 4 نقاط لأمير. الفريق بيزل ل 17، دقيقة متبقية لنهاية الربع الثالث. ليون ديكسون عم يدافع عليه جون عبد النور. دفاع منطقة أكثر، بوكس أند وان، بوكس أند وان من المدرب سوبوتيتش. هايك ما بينجح بالمحاولة الثلاثية، مقطوعة كمان من هايك. هايك بيرجع برد الطابة لصالح فريقه. رالف عائل، رالف 9 ثواني متبقية لهالهجمة. رالف عائل بيخترق العائل، انطوان لرالف. رالف عائل بسجل مع الخطا، هومنتمن عم يستوعب كل شيء بارض الملعب. البوكس انطوان لعيبه حر رالف عائل هالمره. اول سلة لرالف عائل بالمباراه، تلاحظوا الجمهور. يعني هون ممكن يصير أكبر مفاجآت بطولة لبنان بهالموسم. آخر ثواني الكوارتر الثالث، أمير سعود بمرر وائل عراقجي ما بيرجع بالمحاولة. إسماعيل أحمد بيطارد البلوك شوت من جو بوغل، ما معقولة ما معقولة، جو بوغل بيعترضه لزميله السابق إسماعيل أحمد ببلوك شوت سوبر استعراضي، بيخلي الفرق 19 54 35. بريك سريع وبنرجع لديك المحدة، مش نقم فلياس. مشاهدينا وبركة سريعة المخرج جورج خليل بينقلنا
لديك المهدي مكان ما المباراة أو هونك في تايم أوت، مباراة متعادلة على النقطة 61 قبل تقريبا نص دقيقة من نهاية الكوارتر الثالث. إذا هونيك في تعادل على النقطة 61، عم نشوف أستاذ أجوب خاتشاريان وجيمانوكيان اللي طبعا مبسوطين جدا بتقدم فريقهم بفرق 19 نقطة. اللاعبين يلي رح يكونوا نومينيل اليوم لريبوك بلاير اوف ذا جيم، يعني يا ريت بيقدر يكون في خمس لاعبين لانه كثير صعب ننقي اليوم بالفعل. ديون ديكسون، تيرنس نادر، جو فوغل من جهه هومنتمن، من جهه فريق الرياضي اسماعيل احمد، احمد ابراهيم وعلي محمود، هول اللاعبين السته يلي رح يكونوا بتنافس على ريبوك بلاير اوف ذا جيم. بعد ثواني قليل على ويب سايت ال بي سي عم تشوفوا ادريسه امامكم على الشاشه. هل رح يقدر هومنتمن يحافظ على تقدم 19 نقطة من هلا لنهاية المباراة ويعمل خدمة كبيرة 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 لفريق عمشيت؟ لأنه إذا خسر الرياض اليوم عمشيت بيتصدر البطولة. تايم أوت وبسرعة إذا فينا نروح لديك المحدي. إذا آخر ثواني للكورتر الثالث رح نعيشها نحن وياكم مشاهدينا. فلادان خطأ لصالح اللاعب الصربي فلادان. التصويت بدأ على ريبوك بلاير اوف ذا جيم. فلادان على سياح الرميات الحرة، أكثر لاعب بيوقف على سياح الرميات الحرة بالبطولة، بالفعل لاعب ممتاز. رح يكون عنده رمية حرة تالية. بسجل بلادان يعطي التقدم لصالح فريقه بنقطة 62-61. آخر ثواني للكوارتر الثالث رح نتابع الهجمة. طارق العموري ما بينجح بالمحاولة، طارق محمد همدر بتابع بنجاح وبيعطي التقدم لفريقه مع نهاية الكوارتر الثالث رح نشوف نتيجته 63-62. بنرجع على بنرجع من جديد على ملعب هومنتمن. وائل عرقجي النتيجة ما زالت على حالها 54-35. تقدم هومنتمن على الرياضي. برجع بذكر الرياضي عم يلعب بغياب لورين وودز. وائل عرقجي بسدد على الارك ما بينجح بالمحاولة. جو فوغل لاعب عمره 40 سنة ونص عم يعمل مباراة كبيرة جدا. جو فوغل التصويت برجع بذكر بدأ على ويب سايت ال بي سي. تيرنس نادر ادريس الويب سايت عم تشوفوه ريبوك بلاير اوف ذا جيم. تيرنس نادر، تيرنس بسدد بالمسافة المتوسطة وسوبر سوبر جو فوغل. يعني عم بيقول لهم لفريق الرياضي انه بعد في اعطي استغنائكم عني بهالوقت ما كان ابدا صحي. هيدي الرساله اللي عم يجرب يمكن يواجهها علما انه الرياضي كرموا جو فوغل بانطلاق البطوله امام نادي هومنتمن بملعب المناره. امير سعود بسجل عن الارك نقطه السابعه 56-38 فرق 18. ديون ديكسون، ديون ديكسون تحت السله بلوك شوت من اللاعب اسماعيل احمد ولا اجمل على هايك. بلوك شوت سوبر استرادة من السمعة. امير لروي، امير للعرقجي، وائل للسمعة، اسماعيل احمد من جديد لامير. امير السعود بسجل لسعود نقطة التاسعة. تسع نقاط لامير والفرق عم يتقلص ل 16 بهالوقت 8 دقائق متبقية. ديون ديكسون كمان مقطوعة من دفاع فريق الرياضي. الرياضي عم يعمل كمباك كبير بهالوقت. اسماعيل احمد ما بيسجل السمع، عم بدور كمان ما بينجح. اسماعيل احمد بيلتقط الريباوند امام الجميع. عبد النور، عبد النور بيخترق
بيعطي وائل عرقجي امير سعود امير لوائل وائل عرقجي كمان ما بيرجع بالمحاوله جوفوغل على الريباوند ديون ديكسون عم يجرب يلعب مع الوقت رالف عائل زكية I love this game يا شو يا فوغل لعب بوليد 1973 صار مسجل 16 نقطة مش قدام حيلا فريق أمام الفريق الأقوى بالفترة الأخيرة نادي الرياضي بيروت لاحظوا ملا تمريرة للعقل ولا أجمل التمريرة جو فوغل بسجل بطريقة رائعة 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 ورمي حرة إضافية فوغل ما بينجح بالرمي الحرة الإضافية ريباوند لعبد النور 58-40 ست دقايق وخمسة واربعين ثانية متبقية أمير سعود كمان بيسدد على الأرك أمير لسعود بسجل نقطة 12 عم يحاول يرجع فريقه أمير يعني امبارح كان صار حالة بدي ارجع اذكر فيها التصويت على ريبوك بلاير اوف ذا جيم كثير مهم اصواتكم كثير بتهمنا لكن بحيالله امر بصير انه ممكن لاعب يقدر يغير كثير امور باخر دقائق المباراه ويعطي فوز لفريقه هون نحن وشركه ريبوك بنتدخل لحتى نعطي ريبوك بلاير اوف ذا جيم للاعب اللي بيستحقها بس تصويتكم كثير اساسي بنروح لديك المحده عم نشوف الهجمه لفريق الشونفيل المتقدم بفرق نقطتين تمريره بتوصل لفيليب لادان بسدد على الارض ما بيجح بالمحاوله فيليب ثابت على الريباوند الشونفيل متقدم بفرق نقطتين 70-68 بعد في هونيك سبع دقائق ونص تقريبا لنهايه المباراه بملعب هومنتون بعد في ست دقائق واربعين تسديدة خليل عون الثلاثية ما بتنجح ريباوند لصالح فريق التضامن مع روبرتسون يلي عامل بالفعل مباراة كبيرة هاج روبرتسون وفي فاول من حسين الخطيب هيدا الشيء اللي بأكده الحكم مروان ايجو بنرجع لمزهر ومع اعتذارنا الشديد من كل المشاهدين عم نجرب قد ما فينا نعطي حق المباراتين بعرف الأمر صعب بطولة لبنان قوية جدا بس البطولة ما عنا وقت نطولها لرجل ننقل أكبر عدد من المباريات بسبب أكيد مشاكل السنة الماضية وتأخير انطلاء البطولة روي سميحة يلي عم يدافع على تنس نادر علي حيدر بيرجع على أرض الملعب روي سميحة بيخرج من أرض الملعب بيترك مكانه لعلي حيدر ترنس لادر ترنس بيعمل الموف بيسدد ما بينجح بالمحاولة اسماعيل أحمد على الريباوند فريق الرياضي عم يحاول يقلص الفارق وممكن ينجح بهالشيء أمير سعود بيسدد على الأرك ما بينجح المرة سيباكيتين جو على الريباوند سيباكيتين جو على الريباوند تحت السلة ديون ديكسون عم بسجل نقطة العشرة جو فوغل عم بحلق بالتصويت 58% لهلا اخذ جو فوغل من تصويت الجمهور اللبناني على وصلة اللي بتصير عم تشوفوا ادراسه امامكم على الشاشة 58% خمس دقايق و 48 ثانية متبقية أمير سعود بعد ثواني قليل رح يدخل بالتصويت على ريبوك بلاير اوف ذا جيم لأنه بالفعل بيستحق يكون لاعب نومينية عم يجرب يعمل كل شيء بالكوارتر الأخير عم نشوف مساعد مدرب فريق الحكمة دي كران كوك جاي اللي هو بيو لهايك لاعب نادي هومنتمن تنشيف أرض الملعب إذا أمير سعود دخل بالتصويت على ريبوك بلاير أوف ذا جيم علي حيدر بسدد مسافة متوسطة ما
ما بيرجح بالمحاولة، ريباد لمين؟ لصالح ديكسون يلي بطير بالفعل، بطير هاللاعب يعني بيطلع من أرضه بطريقة خيالية. مارك مارك أورجيا ما بينجح هالمرة، ريباوند لترس لادر اند وان لترس لادر، 19 نقطة لترس لادر ورمية حرة إضافية. عم نشوف كمان ورا بنش الرياضي عضو الاتحاد اللبناني لكرة السلة استاذ رامي كويس على جانب تمام جارودي. ٦٢-٤٣ 19 نقطة 7 ريباوند 3 ستيلز بسجل نقطة 20 والفارق 20 الفارق 20 نقطة لصالح نادي هومنتمن. أمير سعود علي حيدر علي حيدر بسجل مع الخطأ نقطة السادسة ورمية حرة إضافية رمية حرة إضافية بوقت الشانفيل عم يزيد تقدمه بهالوقت لخمس نقاط 73-68 لشانفيل على حساب التضامن. علي حيدر بسجل رمية حرة إضافية ونقطة السابعة ديون ديكسون التصويت مكمل ومثل ما عم بعرف بكثافة كبيرة جدا على ويب سايت ال بي سي. سباك تنجيان بمرر مارك أورجيان بيسقط على ارض الملعب بيصحط انزلاق من مارك ولاحظوا المدرب الان اباز يلي ممكن يعمل يعني اهم فوز له بالليج اللبناني بتاريخ الليج اللبناني بالنسبة له طبعا مش بتاريخ كل الليج اللبناني هو كمدرب بالدوري اللبناني يعني عامل هو انتصار مهم مع نادي تبنين على حساب فريق الشانفيل بالبلاي اوف عندما اهل فريق تبنين للفاينل فور كمان عم يسقط هون بنفس المكان انزلق من وقت قليل لاعب نادي هومنتمن هلا عم ينزلق لاعب نادي الرياضي بتوين والبوزيشن بتبقى لصالح نادي الرياضي. جو فوغل 72% نسبة التصويت عم تكون لإله 8% ديون ديكسون 4% أمير سعود أقرب شيء لنجم هالمباراة جو فوغل هو ديكسون ب 8% وأمير سعود 4% يعني أكيد جو فوغل كل الجمهور اللبناني يمكن عم يصوت له اليوم مش بس جمهور هومنتمن لأنه هاللاعب ببساطة أعطى الكثير الكثير لكرة السلة اللبنانية مع منتخب لبنان ومع عدة أندية لبنانية إن كان فريق الحكمة فريق الشانفيل فريق الرياضي وهلأ فريق هومنتمن. تضامن بهالوقت عم يتقدم بفارق نقطة إذا فينا يعني إذا هون شوي مأخرين الشباب بتنشيف أرض الملعب يعني كنا سابقينهم صاروا سابقيننا وائل عراقجي وائل بيقطع عن سباكة تنجيان الكل عم يصحط بأرض الملعب رطوبة صارت عالية علي حيدر بسدد المسافة المتوسطة وبسجل علي حيدر نقطة التاسعة 9 نقاط لعلي 4:20 إذا التضامن متقدم بفرق ثلاثة زون ديفنس 2-3 من المدرب سوبوتيتش اللي لعب مان تو مان لعب بوكس ادوار عم يلعب زون ديون ديكسون بسدد محل كثير بعيد المحاولة الثلاثية ما بتنجح الريباوند لصالح علي حيدر الرياضي ما عم يستسلم وهيدا الشيء اللي معودين له عند فريق الرياضي بوقت علي حيدر حلوة كثير منك يا حيدر بسجل علي حيدر وبيحصل على الخطأ نقطة ال 11 ورمية حرة إضافية تايم اوت بسرعة على ديك المحدي بسرعة بنروح على ديك المحدي كمان هونيك في تايم اوت بس خلينا نحكي شوي عن مباراة تضامن والشانفيل والتقدم فيها لصالح نادي التضامن بفارق 6 نقاط 79-73 إذا التضامن عم يتقدم بفارق 6
على حساب فريق الشانفيل. الفريق اللي بيرجع على ارض الملعب بديك المحدي. رح نجرب قد ما فينا اذا ثاقبت بين بالمباراتين نقدر نعطيكم شو عم يصير بنهايه المباراه بين التضامن والشانفيل. فريق الشانفيل بالهجوم تبع البوزيشن لصالح النادي المتني مع فيليب تابت المدرب اليوناني جورج كيتساليدس اللي عم يعطي تعليماته. سايد بول من خليل عون جورجي صباح خوري بلادن عم يطلب الطابه كان على اللو بوست محاوله ما بتنجح. تضامن بيلتقط الريباوند وفرصه لفريق تضامن لزياده الفارق. روبرتسون يلي عامل مباراه خير قبل فعل روبرتسون. خلينا نتابع هالهجمه لنادي التضامن انه اذا سجل نادي التضامن رح يزيد الفارق لاكثر من سته. جارد فيمس ما بينجح بالمحاوله وبوقت منرجع مشاهدينا لمزهر ضيع علي حيدر رمي الحره الاضافيه. ما في شيء خسرتوه ما ضيعتوا شيء. علي حيدر ضيع رمي الحره الاضافيه. سباكه الجون بمرر ديون ديكسون بيستلم هاي هاي بسدد تحت الضغط ما بينجح بالمحاوله. الريباوند لصالح كمان علي حيدر. امير سعود انشط لاعبي فريق الرياضي. امير سعود بسجل الامير 14 نقطه للسعود والفارق نزل ل 11 نقطه مشاهدينا 11 نقطه. قلت لكم فريق الرياضي منو الفريق اللي بيستسلم ابدا لا هو ولا مدربه سوبوتيتش. الفريق بيزل ل 11 3 دقائق متبقي. جو فوغل لديون ديكسون. ديون ديكسون بسدد على الارك المحاوله ما بترجع. جو فوغل جو فوغل بيعمل كنترول ريباوند غالي 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 لجو فوغل. جو فوغل بيعمل ريباوند هجومي غالي كثير. و24 ثانيه جديده لصالح هومنتمن. هايك يعطي جو فوغل. فوغل بسدد على الارك هالمره ما بينجح. جو عبد النور على الريباوند. دقيقتين ونص متبقي. امير سعود اللاعب الجريء صاحب القلب الكبير. علي حيدر بسدد على الارك ما بينجح بالمحاوله. الريباوند لمين؟ لصالح فريق هومنتمن مش لفتره طويله. والعراجي بيخترق اسماعيل احمد بقلص الفارق لتسعه. 10 نقاط للسمعه بتمريره حاسمه جميله من وائل العراجي. 63 54 ولعت من جديد بانطلياس. بين ديك المحدي وانطلياس في يعني مسافه قصيره لكن في حماس كبير. جو فوغل بضيع المحاوله لكن بيحصل على الخطا واثنين فريسرو لجو فوغل. اثنين فريسرو لجو فوغل لاعب عمره 40 سنه ونص. التضامن ما زال متقدم زاد تقدمه ل 8 نادي التضامن 81-73. جو فوغل بضيع الفري ثرو الاولي بما على رصيد 16 نقطه و 8 ريباوند وبلاك شوت وعنده 2 3 بوينتس اليوم بهالمباراه. الثاني بسجلها جو 17 نقطه لجو فوغل. فارق بيرجع بزيد ل 10 دقيقة و 50 ثانية تقريبا متبقي. ضغط من سباكة انجو على وائل عرقجي. وائل عم يطالب بخطأ. الفارق إذا بين التضامن والشانفيل صار 8. هون الفارق 10. أمير بمرر لعلي حيدر. علي حيدر بسدد على الأرك المحاولة الثلاثية ما بتنجح. العرقجي على الريباوند. عم يعمل شغل كبير العرقجي. كمان وائل وائل بيخترق بيخترق وائل عرقجي. في خطا في خطا لصالح وائل قبل ما يخترق.
أمير السعود سايد بول دقيقة ونص، فارق 10. أمير بيستلم، علي حيدر بيخترق، علي حيدر بيسجل وبيعمل فارق 8. 13 نقطة للحيدر، الفارق 8، وبعد في الدقيقة و 25 ثانية كمان الفارق 8 بين التضامن والشانفيل. تضامن متقدم خارج أرضه، هومنتمن متقدم على أرضه، والفارق نفسه 8. جو فوغل بمرن لهايك، هايك بسدد على الارك، المحاولة الثلاثية ما بتنجح. الريباوند والبوزيشن لصالح نادي الرياضي، تيم ريباوند للرياضي. الدقيقة وست ثواني متبقي، يعني سيفاك كبير جدا المباراة اللي عملها، يعني حتى هو كان عم يحاول يعمل التب. التضامن عم يتقدم بفرق 10 بهالوقت، 83-73 بفارق 10 نقاط عم يتقدم فريق التضامن. الدقيقة وست ثواني متبقي، إذا هون الرياضي ما سجل رح تبلش تصير صعبة كثير على النادي البيروتي. والعرقشي بمر الأمير الأجرب بفريق الرياضي بهالكوارتر. إسماعيل أحمد بسدد على الأرك بسجل وبيعمل فارق 5. 5 نقاط الفارق بين الناديين. أمير هو يلي مرر والسمعة سجل نقطة 13. خطأ من أمير سعود، بيرفع إيده أمير. 2 فريسرو لسيفاك تنجيان. سيفاك تنجيان بسدد بنسبة 75% بالليج، يعني قبل هالمباراة عنده 9 من 12 على الفريسرو لاين. هون النقطة مهمة وغالية وممكن تكون تاريخية لسيفاك تنجيان، يعني إذا قدر هومنتمن يوم فاز هيدا فوز تاريخي لهومنتمن على فريق الرياضي. بيكون كتنجيان بسجل الأولي، كنت ذكرت إنه فريق الرياضي فاز مرة على هومنتمن بأرض هومنتمن بسنة 2005 بفارق خيالي 135-56. النتيجة كانت 1-2 لسيفاك، 65-59. خطأ، إذا فينا نروح على ديك المحدة، إذا فينا نروح على ديك المحدة، إذا فينا نروح على ديك المحدة، لأنه هون في فاول. نشوف الثواني الأخيرة، التضامن عم يفوز على الشانفيل بفارق 10 نقاط، 83-73، فوز غالي كثير. لا أو عفوا 85-75، فوز غالي للرجال المدرب مروان خليل على حساب نادي الشانفيل يلي بيقدر يخلص المباراة بفرق 10. بنرجع على ملعب نادي هومنتمن، جو فوغل عم بيخطف الريباوند الهجومي والبوزيشن بتروح لصالح الرياضي المتأخر بفرق 5 قبل نص دقيقة. تايم اوت المدرب سوبوتيتش، يعني نهار بالفعل بتعب. فوغل ما زال عم يزيد التصويت لإله وصارت نسبته 75%، 65-60، 30 ثانية متبقي. هل رح يقدر نادي هومنتمن يعمل الفوز التاريخي؟ وعم نشوف لورين وودز أكيد معصب، لورين وودز يعني الغائب الكبير عن المباراة. إذا برجع بذكر التضامن، كنا شفنا آخر ثواني من نهاية المباراة 85-75 بفوز على حساب نادي الشانفيل بأرض الشانفيل، فوز مهم كثير للنادي الكسرواني يلي بيعمل فوزه الرابع بـ XXL انرجي بطولة لبنان لكرة السلة بهالموسم. كيف رح يكون الثواني الأخيرة؟ ترس لادر
فريق رياضة عم يطالب بووكي. الجهاز الفني لفريق رياضة عم يطالب بووكي. في خطأ عم يحتسب. درس لادن على سيح الربيات الحرة. فلادن لاعب نادي الشونفيل عامل 26 نقطة 10 ريباوند. جورجي عامل 17 نقطة 6 ريباوند 3 اسيست. صباح خوري 14 نقطة و4 اسيست. من جهة فريق الشونفيل هاج روبرتسون عمل 29 نقطة و9 ريباوند. جارد فيمس 26 نقطة وبشير العموري 15 نقطة. ترس لادر بضيع الفري ثرو الأولي بيبقى رصيده على 20 نقطة والفارق بيبقى على 5. بسجل الثانية 21 نقطة. تايم اوت للمدرب سوبوتيتش. سوبوتيتش بيطلب التايم اوت قبل 28 ثانية من نهاية الجيم. وهيدي فرصة لارتاح للمرة الأولى بهالجيم بهالتايم اوت. جمهور هومنتمن يلي بعده شو عم يعمل بارض الملعب. المخرج بفرجينا يا ريت المخرج بفرجينا شو عم يصير بالجمهور. سبعة وعشرين ثانية وتسعة عشر متبقي. جو فوغل كان اخذ من وقت قليل 75% من تصويت الجمهور على ويب سايت ال بي سي لريبوك بير اوف ذا جيم. من اكثر المرات يلي بيحصل عليها اي لاعب. عمر الترك بيدخل على ارض الملعب. علي حيدر ما بيدفع بالمحاوله الريباوند لمين؟ الريباوند لصالح سباك كتنج. ياه قلت لكم سباك عامل مباراه كبيره. بيلتقط الريباوند وبيحصل على خطا سباك كتنج. قلبه كبير لهاللاعب. اثنين فري ثرو لسباك. رح يكون عنده محاولتين سباك. سبع نقاط برصيده مع اربع ريباوند واربع ستيلز وهيدي نقطته الثامنه. الاربع ستيلز هن الغاليين كثير لسباك كتيرجيو بهالجيم. بسجل الاولي بيعمل فرق سبعه. المدرب سوبوتيتش بلش يحس انه المهمه صارت مستحيله للعوده للجيم خاصه اذا سجل سباك الثانيه. كتيرجيو بسجل اثنين اثنين. تسع نقاط لسباك كتيرجيو 68-60. شو عم بتدور؟ يعطي الترك، الترك بسدد على الارك، الترك بسجل بنقلص الفارق لخمسة، بس بعد في 15 ثانية وخطأ لصالح ديكسون. أولى نقاط لعمر الترك بالمباراة. وخطأ لصالح ديكسون. فارق خمسة وبعد في 13 ثانية. بسجل الاول ديون ديكسون 11 نقطة إذا ماني غلطان بركي بشوف أرقامه لديكسون. 11 نقطة 6 ريباوند 7 اسيست. أرقام كبيرة لهاللاعب. الأولى ناجحة. أربعة 84% نسبته على الفري ثرو لاين ديون ديكسون. بسجل ما بسجلت بسجل. برمت ودخلت. وهو مرفت عم يتقدم بفرق سبعة. آخر ثواني المباراة. آخر ثواني المباراة. جمهور هومنتمن عم يحتفل.
70-63 ديكسون بيلعبها فير بلاي. إذا فوز لنادي هومنتمن بفرق 7 نقاط 70-63 مباراة كبيرة تاريخية لنادي هومنتمن يلي بفوت على الرياضي بيروت. هيدا الخسارة الثانية لنادي الرياضي بيروت ببطولة لبنان. عم شيتي بيتسطر سريعا ريبوك بلاير اوف ذا جيم. Criminals in this world appear and break the laws that they should fear, and frighten all who see or hear. The cry goes up both far and near for underdog, 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 underdog. Speed of lightning, roar of thunder, fighting all who rob or plunder. يعني أول سؤال سألني إياه جو فوغل. It was live on TV. Yes, it was live, Joe. Congratulations. I mean what I just said. And the Paris fans chose you the best player. What do you want to tell them? They like you too much because they gave you more than 75%. Yeah, well, I just got to thank God first. And secondly, I just got to thank the fans and everybody that voted for me today. And look at this place. This place is insane. I love this atmosphere. When you're my age, you take every game like it's your last. And that's all I did today. Have fun. Of course, it's always nice to beat the number one team. Thank you, Joe. Congratulations. Sorry, يعني مشاهدينا ما عندي أبدا وقت. كثير طحشنا بالوقت. بشكر حسن المتابعة. بكرة ملتقى الساعة 5 بطرابلس متحد وبيبلس. إلى اللقاء.